مشاهدينا، بعد جدل لأيام ردت الفنانة المصرية شيماء سيف على منتقديها الذين قالوا إنها فقدت خفة دمها بعد عملية التكميم التي أجرتها وخسرتها لأكثر من 50 كيلوغراما من وزنها. طبعا شيماء قالت خفة الدم باللسان وليس بالدهون والكروش، لكن بعيدا عن هذا الجدل هناك باحثون وجدوا فعلا وجود أسباب تجعل الناس تربط بين خفة الدم وزيادة الوزن. دعونا نسابه تجارب مشاهير آخرين مشاهدينا خسروا كثيرا من وزنهم مع الريان. مين أسماء في عندنا يا ريان؟ عندنا أسماء كثير، خلينا نستعرضهم مع بعض يا راوية. مشاهير فاجأوا الجمهور وخسروا أوزانهم، إليكم أبرز تصريحاتهم. نبدأ بالفنان حسين الجسمي الذي خسر 60 كيلوغراما خلال أشهر قليلة. الجسمي قال: كنت لا أبالي بأي نظام غذائي، لكن نصيحة أحد إخوتي جعلتني أتخذ القرار الأهم وهو التخلص من الوزن الزائد. ننتقل إلى الفنانة المصرية مي كساب التي فاجأت الجمهور عبر إطلالة تلفزيونية كشفت خلالها طبعا يعني سر نحافتها، حيث قالت أنها استجابت لرغبة ابنتها التي تريد أن تراها نحيفة. ومؤخرا أصبحت النجمة الكوميدية شيماء سيف حديث المنصات بعدما خسرت 50 كيلوغراما، وعبرت شيماء عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة وأوضحت أنها كانت تعاني من صعود السلم. طبعا يعني لا ننسى النجمة البريطانية أدل التي خسرت وزنها بصورة مفاجئة في العام 2019. أدل قالت: جسدي دائما كان محور حديث خلال مسيرتي، وأنها لم تنزعج يعني من ردة الفعل على خسارة وزنها. وعلى عكس كل هذا، عندما توفي فنان الأوبرا الشهير لوتشانو بافاريوتي يعني بعد معاناة مع المرض، زوجته قالت إنه لم يخسر وزنه وطمأنت محبيه، دفناه كما هو. الآن عودة إلى راوية. شكرا لك ريان. شكرا. مشاهدينا، نحن بدورنا نرحب باختصاصي في الطب النفسي دكتور محمد عبد البديع. أهلا بك دكتور محمد معنا. دكتور محمد، يعني واضح بأنه ما بعرف يعني هل هناك أي ربط علمي ما بين خسارة الوزن وخسارة خفة الدم، ولا هو بالفعل هو الموضوع نفسي فيما يتعلق بالمتلقي، مش بالشخص اللي بيخسر وزنه، لكن الناس الآخرين هن اللي عندهم هاي الصورة النمطية بدماغهم. في البداية أشكركم على الاهتمام بمواضيع الصحة النفسية. بالفعل في ارتباط ما بين السمنة والوزن والاكتئاب والحالة النفسية والمزاجية، ومؤخرا يعني حاجات كتير علميا كمان اكتشفناها لها علاقة بالحالة النفسية والوزن وطبيعة الأكل اللي احنا بناكله وكده. بس معنى ذلك بأنه المفروض أنه معناه نكون يعني إذا وزننا زائد نكون أقل سعادة، فدمنا يكون أثقل مش أخف. لا، مش شرط. أنا عايز أقول إن الناس اللي عندها زيادة وزن أغلبهم في حالة نفسية عادية، مش كلهم بيستخدموا مثلا حس الدعابة أو فرحين أو مثلا عندهم اكتئاب، لكن علاقة الاكتئاب قوية جدا بزيادة الوزن. لكن أكيد اللي عندهم وزن زائد ودخلوا في الاكتئاب احنا مش هنشوفهم، لان هم بينعزلوا ما بيبقوش اجتماعيين. اما اللي بيبقى عندهم نوع من الذكاء الاجتماعي وبيستخدموا الدعابة، هم دول اللي هيفضلوا في أذهاننا وممكن يوصلوا للشهرة أو العمل الفني. ومزبوط، هو في بعض الأحيان يعني في بعض الناس بيستخدموا حس الدعابة لمنع إنه يعني لمنع الخطر، منع التنمر، منع أي حدا يتريق عليه، حدا يجرح مشاعره، فبياخذ الموضوع بفكاهة وبضحكة يعني أهون وأقل وطأة على نفسيته يعني. الحيل النفسية الدفاعية دي احنا بنستخدمها بشكل دائم طول حياتنا علشان نقلل من التوتر، نقلل من المشاكل اللي احنا بنتعرض لها وكده. فأحيانا في نوع من الحيل الدفاعية اسمه الهيومر أو حس الدعابة بيستخدم علشان أمنع تنمر الآخرين، أو ممكن أستخدمه أنا أحيانا لو مع جزء من التهكم
عشان يعني خير وسيله للهجوم هي الدفاع طبعا، فممكن يكون او خير وسيله للدفاع هي الهجوم، فهو بيصير ينكد على الموضوع بالضبط، انه انا بنكد على نفسي بدون ما حد ينكد علي. بس هو كمان في بعض الدراسات السلوكيه بتتحدث عن انه الاشخاص بيتقبلوا، احنا بشكل عام نتقبل سماع النكات من الشخص السمين اكثر من غيره، بنلاقي الموضوع هل مزبوط يعني في هل في ارتباط باذهاننا نفسيا؟ ما هو مع الوقت لما انا بتعود او اشوف جزء كبير من اللي عندهم زيادة وزن بيمارسوا الحيل الدفاعية اللي فيها مرح وضحك وكده، انا هتقبل اول ما اشوفهم اصلا من غير ما يتكلموا على طول ممكن اضحك. وهذا اللي بيفسر يمكن ليه احنا بنشعر انه لما يخسر وزنه ثقل دمه. بالعكس بقى، هو لما ينزل وزنه انا بخاف انه هو هيحصل له نوع من الاكتئاب او كده، ولو ان علميا بقى فيه كمان نوع من الدراسات بتثبت ان في تغيرات بتحصل مع نزول الوزن المفاجئ بالذات، تغيرات هرمونيه، تغيرات بتحصل في بعض الموصلات العصبيه، وفي تغيرات بتحصل في الامعاء او البكتيريا النافعه والضاره، التوازن تبع الميكروبيوم اسمه البيئة المعدة والجهاز الهضمي. طيب واضح منه في كتير دراسات على هذا الموضوع، لأنه هناك دراسات سلوكية أخرى بتتحدث عن أنه البدناء يشاركون في المناسبات الاجتماعية المليئة بالأجواء المريحة، وهي عادة فرصة لإظهار خفة ظلهم يعني، ويكون تكون كل الأضواء مسلطة عليهم. هذا من الناحية النفسية أيضا هيك يعني أكيد. السلوك أو التصرف يلجأ إليه البدناء بشكل عام أكيد، بس أنا زي ما قلت كده هم البدناء اللي هيوصلوا للمناسبات، هم اللي فعلا قدروا يتجاوزوا الوصمة وعندهم ذكاء اجتماعي، وممكن يكون برضو ان المناسبات دي فيها نوع من انواع الـ الاكل اللي هيتوفر، اللي هم برضو فهو برضو رايح يبحث عن الاكل بالزبط. انت ذكرت بانه بيصير في بعض التغيرات في الجسم، سواء كان تغيرات هرمونيه في المواصلات العصبيه، لما يصير في انخفاض مفاجئ في الوزن. وبالحقيقه في كمان هرمون الجوع، يقال بانه خصوصا بعد الجراحات لما يصير في تغيير مفاجئ في هذا المستوى، هذا الهرمون، وبيصير في ايضا مشكله في بقيه الجهاز الهضمي زي ما كنت عمالك تتفضل، بتوازن البكتيريا. خلينا نحكي اكثر عن هاي النقطه بس. طيب جميل جدا، لان احنا دلوقتي في نسبه كبيره من المرضى بيلجأوا لعمليات جراحات انقاص الوزن، اللي بتساعدهم جدا جدا على فكره على تحسين نمط حياتهم، ويعني الدراسات اثبتت ان الاعمار بتزيد والسكر بيقل وامراض القلب بتقل جدا. لكن تخيلي ان هم اكتشفوا باثر رجعي ان المشاكل النفسيه هي بس الحاجه اللي فاضله احيانا عند بعض المرضى دول. واكتشفنا ان من اهم التغيرات اللي بتحصل بعد العمليه هو النقص المفاجئ في هرمون الجوع، او عفوا الزياده المفاجئه في هرمون الجوع لما بيحصل بعد عمليات التكميم. لان هم في منهم بيلجا ان هو يلحق قبل العمليه ياكل كميه كبيره علشان يعوضها بلبلة، فده بيخليه بعد العمليه فجاه يحصل له نوع من الصدمه، الهرمون بيتغير. وده اكتشفنا ان الهرمون ده مش بس بينظم عمليه الاكل، لا احنا كمان عرفنا دلوقتي انه ليه علاقه بالعمليات المعرفيه والادراكيه، ليه علاقه بجهاز الريورد سيستم او المكافاه في المخ وهرمون السعاده الدوبامين. فمعنى ذلك بانه ممكن ياثر على تغيرات فيه ممكن عن جد تعمل للانسان ده التاثير اللي بيحصل مباشره بعد العمليه. شكرا جزيلا لك اختصاصي في الطب النفسي دكتور محمد عبد الجليل. شكرا.